طب مشكله الناس دي يا سيدنا يعني مشكله يعني الناس يعني دي يعني محدش قادر يفهم لغايه دلوقتي. لا المشكله دي مركبه. المشكله دي مشكله الاسره التي غفلت. المشكله دي مشكله التربيه التي افتقدت. المشكله دي مشكله هؤلاء الناس في صحبتهم. والمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. انا وانا بشوف الفيلم اللي عرضته ده هو ببص على مين اللي بيتقدم ومين اللي بيقود ومين اللي كذا الى اخره. دول اصحاب، دول مجموعه من الاصحاب وضلوا بعض. مات يلا لحسن القريه كلها تضرب وكده فنحمي القريه. هم دول الزعماء بتوع القريه، الزعماء بتوع وفيها القريه، القرية اكيد فيها ناس محترمه وافاضل وناس واعيه. نعم. بعدت عن الهرج ده كله، وليس هذا اخلاق المصريين اطلاقا، ولكن لانهم لم يتلقوا تعليما ولا تربيه مناسبه ولا اسره حاضنه ولا كذا الى اخره، واخذوا بقى كل قيمهم من جلسه الاصدقاء. والمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الصحبه السيئه هي اللي انشات هؤلاء العيال. وعليه يبقى إذن التربيه هي اساس كل شيء، ولازم نعمل تركيز على قضيه القيم وعلى قضيه الاخلاق وعلى قضيه التربيه حتى لا يتكرر مثل هذه البؤرة، بؤرة الفساد مرة أخرى، ونحن ننعي هذه الشهيدة دكتورة سونيا رحمة الله عليها رحمها الله تعالى، وننعي لأهلها ونشاركهم أحزانهم. ولكن في النهاية نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن مصابنا في أبنائنا هؤلاء اللي مقبوض عليهم دول اللي قبض عليهم النائب العام 22 مصابنا كبير، أكبر من مصيبة الكورونا نفسها. الكورونا هنسيطر عليها إن شاء الله، وربنا هيكرمنا إن شاء الله، وهنخرج منها إن شاء الله. ولكن ماذا نفعل في هؤلاء وهؤلاء؟ منهم من سيعود، ومنهم من سيركب العند ويقول إنه لم يفعل شيئا، ومنهم من سيتعلم، ومنهم من سيظل على جهالته. فإنا لله وإنا إليه راجعون.